انا اتحداكو الا في فترات قليلة جدا جدا ان انتوا شفتوا كم اضاعة الوقت اللي بيبقى موجود عندنا في الدوري المصري. انا جبت لك نموذجين، بطولة العالم كاس العالم وفرق صغيرة. يعني حضرتك قول لي مثلا كم مرة ياسين بونو وقع في الملعب وبيلعب البرتغال وكسبان واحد، ودي اكتر حاجة ممكن تفضل تقع وتضيع وقت. لو كنت مصاب بجد خلاص ما اقدرش افتح بقي، عندك شد عندك اصابة ولا حاجة، بتحصل للعيبة كتيرة جدا في الملعب، لكنه بتلاقي الاستمتاع هو اساس كرة القدم. غير كده وكده بقى الاتحاد الدولي قال لك تعالى لي، انت هتقع اقع، انا عندي وقت ضايع. فلقينا وقت ضايع في الشوط الاول 7 دقايق وثمان دقايق وعشر دقايق، ولقينا وقت ضايع وصل لاربعتاشر دقيقة في بعض المباريات في نهايتها، لانه هو عايز يطبق كرة القدم الحلوة. اراهنك بقى لو انت شفت مباراة في الدوري المصري الا ما رحم ربي، ما فيش حارس مرمى يكون مثلا متعادل او كسبان ما بيقعش. وبكل اسف دي غالبا بتبقى تعليمات من المدرب، اقع ريح ضيع لنا وقت اصل هم ضاغطين. ده مش موجود في الرياضه بصفه عامه ولا في كره القدم.